يا هم الله. تفضل تفضل تفضل. تفضلوا حياكم الله. تفضلوا. يا الله. استريح استريح. استريح. والله انا عانيت عانات يعني هاي الدراسه لمده دراسه تقريبا صارت 25 سنه انا بدراسه عانيت ما عانيت خاصه في هاي المنطقه في هاي القريه انا قاعد يعني شوي بعيده تبعد ان المدرسه ما تبعد ان البيت مالي تقريبا 3 كيلوات هاي يعني بدايه الابتدائيه 3 كيلوات تقريبا وكان الطريق غير معبد فكنا نعاني احنا يعني تلاميذ صغار نروح مشي للمدرسه ونرجع يعني كان الطريق يعني اذا مطرت الدنيا صارت يعني وحل وهاي يعني طين ما تمشي حتى فرحنا عانينا ما عانينا وكملنا والله انا تقريبا انا يعني من رحت كليه الزراعه يعني ورحت شفت يعني كليه الزراعه ويعني ما عانيت يعني الصعوبه حاليا كانت يعني من اقرى المواد اللي موجوده في كليه الزراعه يعني افهم قبل يعني شنو انا حياتي هي حياتي يعني فصراحة يعني ما عانيت يعني مو كان زميلي يقول لي أنا أقرأ 4 ساعات أنا أقول له أقرأ ساعة واحدة وأجيب امتياز يعني يا الله بسم الله توكلنا على الله راح أروح حاليا الحقل حنطة والله هي حياة ريفية حلوة أهلها وناس حلوين طيبين تعامل بين الناس تعاون الحمد لله اهل الدولاب من تعيش وياهم ما يتفارقهم الدولاب يعني منطقه يعني ارياف وسكن مالته يعني عده يعني عشائر عده قوميات يعني وكلهم يعني يعتبرون يعني بيت واحد هم اصلا قد يعني الشياب يسالفون قبل يعني اقول لك احنا كنا هاي القريه المنطقه كلها بيت واحد ناكل سوا نشرب سوا بعدين يعني صارت يعني الاجيال تفرقت صارت منطقه منطقه دعنا ندخل المزرعه عملنا يومية هنا في المزرعة في البستان في المنحل هذا يوميتي يومية قضي أيامنا هنا حاليا أكثر أوقاتي والعمل مالتي أجي هنا للحقل مالتي دير المطار المي نسكي نروي الحقل نحاول نسقي يعني هاي الحقل يعني كل بيومين الثالث الرابع تقريبا نسقيه حسب حاجة النبات للماء
حاليا في المنحى المالتي اللي هو منحى احنا شلون نقول بداي، احنا بالحديقه مالتي دائما عندنا منحى بغير مكان، فدائما نبدا بدايه المنحى يعني عندنا مناحل يعني بالبيت يعني تربيه ملكات طرود نخليها قريبه بالحديقه على مود نسيطر عليها بالعمل، وعندنا بالبساتين بالحقول عندنا مناحل هوايه. بلش بالعمل معنا بداية لازم عندك تلبس ملابس النحل، بعدين عندك هذا لازم احنا نسميه الانفاق اللي هو المدخن، تدخن النحل لان النحل دائما لازم تدخنه لان شوية هدوء هدئة النحل عمود تقدر تعمل داخل خلية. خلايا النحل شيء حلو، النحل طبعا تتكون خليه وطريد ملكات، بدايه ندخن الباب مال المنحى للخليه، نبدا نكشف الخليه والله هي سهله من ناحيه العمل بس صعبه من ناحيه المعامله، معامله الويا النحل اللي عارف انت تلدغ وشغلات والله انا لا وحدي دائما نبات بعض اخوتي يعني مو حيل يعني يخافون من النحل شويه فمو حيل، فالاغلب المهنه مالتي انا يعني عن والدي يعني والدي كان نحال قبل فمهنه عن والدي استلمته. جدا انا عجبتني الفكره مالت النحل وانتاج العسل، مهنه جدا يعني سهله من ناحيه يعني الخدمه مالته والعمل والتنقل يعني كلش ممتازه يعني، وانا هويته جدا هويته. عندنا هاي يعني بعض الادوات مالت النحل هاي نسميها العتله، هاي تحاول تفك بها الاطارات مالت النحل، هاي الدخان دائما تخليه وياك على مود النحل ما يدخلك، حاول يعني هاي الدخان تبعد النحل عن المكان اللي تعمل بيها ما تصير عندك مثلا تقفل محله او انا افحص يعني هذا انا عملي يوميا من تحمل الشمس احنا نقول يعني تصير الساعه بالعشرة وبالإحدعش ابدا اروح للمنحل مالتي افحص النحل اشوف شنو اللي يحتاج شنو المطلوب يعني من عندي اسوي له اجراء مثلا اضيف اطارات او مثلا انتج ملكات او انتج طرود. هاي النحل يعني مهنه يعني كان متدي يعني بدايه كسوى كطريد بعدين سوى خليه، الخليه بعدين تنتج عسل عندك تفرز العسل، والله هو رزق على الله بس هي موسم 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 انتاجه زين موسم انتاجه مو زين المواسم. الموسم يعتمد على الزراعه، مثلا عندك مثلا اليوم مثلا عندي هاي القريه مثلا ما تزرعي مثلا 100 دونم مثلا برسيم او جت راح يصير عندي انتاج عسل، بس اذا مثلا وزاره مثلا 10 دوانم ما راح يصير عندي انتاج، فتعتمد على الزراعه بالحقل، اكو زراعه واسعه اكو، وهم تعتمد على النحل ما لازم تنقله من حال مالتك الى وين اكو مثلا مصادر رحيق تنقل من حال مالتك عليه. هسه احنا نشيك نحاول نشوف الملكه وضع الملكه وضع البيض، يعني هاي كلها لازم انت كنحال يعني تبدا تفتح الخليه تشوف مثلا الملكه ممتازه تبيض ما تبيض يعني وضعيه النحل بعسل او ما بعسل، اذا مثلا شفت العسل مثلا يجمع يوم عن يوم عسل فتبقى المنحل تخليه مثل عندي مثلا شلون نقول جمع. هسه حاليا في الوقت هذا احنا خاصه في مناطقنا يعني عندنا العسل قل يعني لان لازم شنو لان بعد ما صار عندنا مثلا ازهار. هسه ما انت تقرب شوي هذا الحاضن احنا نسميها هذا اذا تلاحظ هاي الحاضنه مالت النحل، واذا تلاحظ اكو عيون جوا متروسه بها عسل وبيح وبلقاح وباللقاح اللي هو يغذي النحل. هذا الذكر عندنا هذا مثلا نسمي الذكر شاف الكاميرا هذا شنو؟ ذكر هذا الذكر يعني فايته بال هذا الذكر؟ ذكر احنا هي الملكة احنا انت عاملة نسميها ما نسميها انت؟ نعم ايه هذا الذكر يغذي هذا شلون يقول بس دوره تلقيح الملكة، الملكة كان يعني اعتبره انثى بس هو احنا كل شيء عاملة يعني عاملة وذكر ذكر دوره بس تلقيح، اما العامله تجمع العسل ومدارات وشلون يعني بس على اهل الدولاب تبيع له
لا أنا عندي معاميل، عندي يعني هيت، عندي الرمادي، عندي حتى على مستوى عندي بغداد عندها معاميل يعني. والله هو الرغبة والتقريبا احنا نسميه عسل القداح، هو البرتقال أفضل أنواع العسل يعني كطعم كرائحة يعني كلش ممتاز. يعني كان حال من يجي ناحية دائما يفترعي إلى دغني، فإذا أنت تقرب عليه راح يهاجمك لأن أنت مو لابس قناع. فالنحل لازم يعني عامل النحال اللي يشتغل بيها. من يجي شخص ثاني للمنحل غير نحال راح يهاجمه. عندنا أغنام وعندنا بيوت بلاستيكية، عندنا دجاج، يعني هاي ريف، يعني هاي بيت بلاستيك، نعم هاي ستة نقل بيها حشيش ونقل بيها والله هاي هي الحياة الريفية هيك يعني. حياة المدينة وجرت حياة الريفية. والله هي المدينة الريفية أحلى بس صعبة. صعبة من ناحية بس يعني أحلى، يعني ما تحس يعني عامل أحيانا حيوانات، عامل نبات، عامل النحلة، فشي حلو يعني البستان، عامل ثمرة تقطف الثمار تاكله بيدك، يعني أنت تنتج يعني أكلك بيدك يعني، فشي حلو طبعا أكيد. يعني كل شيء بداية عمل يكون صعب أكيد. يعني أنا بدايته من كان والدي كان حال يعني أجي قال يعني أجي يعني بالنحل. أول شيء بدايته أتلدغ يعني أحاول يعني بعمل ما أقدر يعني من أجل أن الخلية أفتحها ما كمل أنهزم يعني الدغ النحل هاجمين النحل، فكانت يعني شوي صعبة يعني أتلدغ. حتى يقوم يضحكون يعني يقول لك أتلدغ أو فتشي يعني أجي يوم الأيام أروح للمدرسة عيوني مورمة يعني روح لها دايم مرمي يقول لي فيك يقول نحل الدغري. فبداية أكيد صعبة، فبعدين يعني من حاولت مرة مرتين ثلاثة حاولت يعني مارست المهنة وجدا يعني شلون تقول صارت يعني سهلة عندي مو مثل بداية أكيد يعني. والله أنا طموحي أنتج يعني إنتاج يعني عسل باسم منطقتي، باسم يعني بساتين يعني مال الدولاب أو يعني إنتاج نحل عسل الدولاب. والله هذا حن نزرعه، هذا أكيد نزرعه هم وارد للنحل. هذا البروكلي بيجي حبوب لقاح للنحل كلش ممتاز. هذا البروكلي، هذا ورد البروكلي احنا نزرعه، نحاول نزرعه للنحل يعني. هو بروكلي احنا نسميه قرابيط الاخضر الازرق، قرابيط الازرق. فهذا ورا ما ينتهي نعوفه للنحل على مود يتغذى عليه. هو عندنا بعض هاي احنا عندنا مثل هاي الخليه الام، وهذا الصندوق الصغير هذا احنا نسميه طرد. هذا هاي بداية متى تكاثر النحل مالتك تبدي بصندوق زي صغير يعني، هذا يعني يكون 5 طارات. احنا الطار نسميه هذا الدخان. انت اول ما تفتح الخلية راح يهاجمك النحل، فتحاول شو تسوي تضيف له دخان على مود يهدأ. هاي احنا نسميها الاطار اللي يصير بيه العسل واللي يصير بيه يعني شلون تقول اكل النحل والعسل والبيض مع النحل يتكاثر بيه. مثلا النحل يكون انتاج بيضة وبعدين يرقى وبعدين يطلع عاملة، هاي الاطار نسميه. الغش عدة انواع، اكو غش يعني هسه من يقول لك مثلا غش مثلا يجر سلك، يقول لك النحل العسل من جره يصير سلك هذا اصلي، واذا ما جر سلك يعني ما اصلي. اكو من يقول لك مثلا الرطوبه مالته مثلا اذا تحط عود الشخاط تخليه بنص، اذا اشتعل عود الشخاط فيعتبر اصلي، واذا ما اشتعل يعني الرطوبه مالته. فهاي كلها طرق غش يعني كله يعني مارسوها اللي يغشون. فالافضل كمواطن تعتمد على نحال ثقه
تاخذ عسل مالتك. انا كان حال اذا اجي اشوف لك العسل يجيب لي عسل يقول لي هذا عسل طبيعي وهذا مغشوش، راسا اقول لك هذا الطبيعي وهذا المغشوش. انا حال اعرف ان العسل طبيعي واعرف المغشوش من نظر، من الريحه، من اللون ماله، من الطعم ماله تعرفه. جيب الحبل، جيب الحبل مال النخل والمنشار. لا جيب ذي سوى صاد لها. يلا أخوي يلا تلقح النخل يلا. ها كم خلاص سويتهم اليوم؟ 14 بس؟ ما تلحقون. شدوا حيلكم، شدوا حيلكم تنكملهن. لا خلنا نلقح هذا. هسه إضافة إلى مهنتي بالنحل أعاون أخوتي صعد النخل، تلقيح النخل. هلا لازم أهم شغلة بالصعود مال النخل يضبط الحبل مالته كبلي. رابط الحبل بكرة صحيحة ما توقع. بسم الله أو نصعد. يا شدوا حيلكم يلا كملون يلا. يلا بدال ماكو هوا يلا اصعدوا. اصعد على الواطي، اصعد على الواطي يلا على الواطي. هل لك حال فتحات الفتحات؟ نظف تنظيف كامل. تقص الساعة في مثلا اللي مثلا تقول احنا يابس عند النخلة وتنظف النخلة جاهزة للقاح. توخر عم عند شلون احنا تنظيف السنون من عند الهزور. تقص الطالع مخلفات مالات أذوق السنة السابقة اللي محصول التمر اللي السنة الماضية. النخل شوية متعب والله من ناحية الأكل يعني والله الحكومة تمامة حيل يعني مو حيل يعني ضعيف حيل يعني مبيدات ماكو، أسمدة ماكو. النخل البساتين خاصة البساتين يعني شبه انتهت يعني من منطقنا. عدم اهتمام الحكومة بهالجانب هذا. هسه دعم ماكو، كان قبل يعني يسالفونا يعني حتى المبيدات يرشوها بالطيارات. يجيبون يعني مثلا هذا عندنا الحميره نسميها حشرات الحميره انتشرت صار لها سنوات انتشرت يعني قبل يكافحوها بالطيارات. هسه انا يعتمد الفلاح على نفسه. يجيب الهولدر يرش خاصه مثلا نخل مثلا النخل 30 حيل عاليه. صعبه ترش بالهولدر. يعني ماكو مثلا من الحكومة تهدي الطيارات ترش البساتين تكافح الأمراض. هسه هاي النخلة نكملها تنظيف يصعد بس بعدين بس يحط اللقاح وينزل. احنا حاليا هسه في بيت المحمي. هذا البيت صغير يكون 10 متر. هذا البيت يبدي نزرع به بدايه البذور لانه صغير نقدر نسيطر عليه بالتدفئه. ها شو عنده هاي الصوبات تدفئه.
تدفئة خاصة في الوقات الليل عشان درجة الحرارة تنزل. فحاول أسيطر على التدفئة داخل هذا البيت الصغير. أبدي أزرع بداية البذور مالتي هنا شتلات في أطباق صغيرة، بعدين أنقلها إلى بيوت محمية لإنتاج الخضر. وإضافة إلى أنه الشتول هم أجهز مثلاً الطلبات اللي محتوى جميع عندي هم أبيع. هاي اللي عندنا الباذنجان والفلفل والخيار، هاي الطماطة، عندنا هاي الباذنجان، عندنا هاي الفلفل، هم عندنا الفلفل الحار وفلفل البارد. هاي عندنا الفلفل، هاي أطباق جاهزة من تكون بارتفاع مناسب. حاول إلى بيت البلاستيك اللي يكون هو إنتاج بيل يعني الخضار مالتي إنتاجي. إحنا نقول إحنا هذا البيت يجهز بيه الشتل وهذاك البيت إنتاج. هاي الطبق مالتنا أصبح جاهز هسه على النقل. هسه راح نوديه إلى بيت زجاجي ثاني. هذا أكبر، هذاك أصغر، لأن هذا قلت لك صغير على مود ال سيطعي بالتدفئة. إيه ها، لأن بداية البذور تكون صغيرة فتحتاج إلى مع يعني عناية مثلاً تدفئة ورطوبة. هسه حالياً ندخل على البيت البلاستيك الثاني هذا اللي يعتبر. أدخل هسه نحاول، دخلنا البيت البلاستيكي، نحاول نزرع الشت اللي جهزناه في البيت الصغير، نحاول نزرعه في هذا البيت. احنا زارعين تقريبا اغلبه، بس اكو بين يصير عندنا شلون قطوع مقطوعه، يعني شلون يقول يموت الهرش مالته، لازم نحاول نجدده. بعدنا سويت هسه هاي المكان هنا، هسه نحاول نزرع الشتله. اول شيء هاي المكان مالته نحفره. نحط الشتلة وتندفن. ها هو المكان يعني بين الجور، بين جورة وجورة تقريبا 30 سنتيمتر. أكيد هاي عندنا تنقيط، يعني المنقط ومنقط تقريبا 30 سنتيمتر. تزرع المنقط، وين المنقط تزرع بها مسافة مقيوسة بالسوق.